صباح الخير من جديد، انتوا معانا في صباحك ومطرحك على الراديو 9090 اف ام. وزي ما سمعنا في البرومو بقالنا يومين بنسمع، وزي ما سمعنا كذا اغنيه حلوين كده، واغنيه سقف الحلاوه، يعني اغنيه اخر حلاوه، هي وصلت فعلا لسقف الحلاوه. الاغنيه صاحبها هو احمد روبي. احمد من الناس الحلوه جدا واللي صوتهم جميل، وال كل شويه كده يعني ايه زي ما بيقولوا يعمل علامه حلوه كده. كم اغنيه بقى يعني، احنا لو تتبعنا الدنيا اغنيه دي زمانها، وبعد كده من يومها، وبعد كده في كذا اغنيه تانية، وبعد كده في اغنيه سقفه اللي كل الناس حبيتها الحقيقه، وما بقتش مرتبطه بالمهرجان الجونه بس، لا كل الناس بتحب تسمعها وانتم بتطلبوها دايما، سواء في كلام معلمين او في صباحك ومطرحك. وبقى عنده اغنيه زي جواز صالونات، وكمان اغنيه نص حياتك، وبعد كده وصلنا لحد ما وصلنا لاغنيه سقف الحلاوه اللي هي فعلا زي ما بقول لكم اغنيه حلوه جدا. احنا هندردش معاه، هو منورنا النهارده في صباحك ومطرحك الجميل احمد روبي. احمد يونس، انا عايز اقول لك ان انا بقالي 11 سنه من ساعه ما بدات اغني وانا نفسي اطلع معاك، واخيرا الحلم اتحقق يا حبيبي. انت والله العظيم ده فوق راسي، والله العظيم حبيبي يا كابتن. انت لو كابتن ايه انت بس؟ انا ما بلعبش كوره. انا ما بفهمش في كوره اصلا، اسمها فيش لقب للمذيعين. بص قبل اي حاجه يعني، بص يعني هو انت مسجل حاجه وانا مبسوط بيها يعني. انت لسه بتقول لسه عارف دلوقتي ما انا المفروض كنت اركز. بص تعالوا هسمعكم حاجه احنا بنسمعها كل شويه في البرنامج، واكتشفت ان الجدع ده هو اللي مغنيها. اسمعوا اسمعوا بريزينور البرنامج صباحك ومطرحك، وروبي معانا وفتح نفسنا على الدنيا، يعني العيله كلها موجوده مع بعض. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا كابتن؟ تحب اقول لك يا روبي ولا اقول لك يا احمد؟ تحب اقول لك كابتن ولا يا كابتن احمد؟ قول لي روبي، يعني كل الناس بتقول لي روبي، فقول لي روبي. يا سلام. تمام تمام، وخصوصا ان اسم روبي حلو يعني. عمل لي مشاكل في بداياتي. هو اتفقوا معاك بقى على حفله مين حضرتك؟ بالظبط، انا طلبنا الفنان او حد يتصل بيك. لا هم بيبقوا عايزينها، عايزينها هي. فانت صوتك اتغير ليه يا روبي؟ طيب انا عايز اتعرف عليك اكتر واحده واحده كده من البدايه. طيب انا اسمي احمد الروبي، بدات في 2003 او 2002 في المدرسه. اكتشفت ان انا بغني عن طريق الصدفه البحته، ان انا نزلت مدرس في الموسيقى. انا زمان يعني معلومه كده صغيره، انا كنت بمثل وبقلد زمان، كنت بقلد مغنيين وكده بس عادي يعني في الحفلات بتاعه المدرسه. تمام. لحد ما نزلت مدرس الموسيقى في يوم مش عارف اعمل حاجه كده، فقال لي مش انت اللي كنت بتقلد اصوات عبد القادر؟ كنت بقلد اشرف خالد راي. قال لي انت على فكره ما كنتش بتنشز، تيجي احنا بنعمل اغنيه للمدارس وفي مسابقه وبتاع، تيجي تغني؟ قلت له يلا نيجي نغني. طبعا كنت بخش الحاجات دي عشان ازوغ من الحصص. لا طبعا هي فرصه نهرب. بالظبط. فدخلت وكسبنا المسابقه دي. فمن ساعتها والناس عارفه ان انا صوتي حلو. قعدت بقى اركز مع نفسي وصوتي حلو بتاعه، وكان الناس قاعده تقول لي صوتك شبه عمرو دياب، فبدات بقى عمرو دياب اغسله بقى جواه، بقى عايش جواه. خلاص. بعد كده اكتشفت ان انا بعرف الحن واكتب، لحد ما في 2005 قالوا لي انت في البروم بتاع المدرسه، تامر حسني جاي وبتاع، وانزل سمعوا الاغاني. نزلت سمعته الاغاني اللي انا ملحنها وكاتبها، اتبسط بيا جدا وقعد يقول لي انت جامد، وخد نمرتي وطلعني معاه عندي، غنيت بقى في البروم. ومن ساعتها بقى كان في انطلاقه في الحته. طب احنا بص كل شويه كده يعني، معلش هنتعبك شويه، اقول لك غني لي حته كده وحته. طب عايزني اغني لك ايه؟ ادخل لنا بحته من سقف الحلاوه، عشان الاغنيه دي عامله. انا بشوفها كتير قوي هاشتاج والناس. ايوه يا باشا. طيب. انت لعبتها صح. يا كابتن. هي بتقول يعني من غير مزيكا وصحي بدري ويعني نمسك الخشب نمسك مع جيتار. لا انت بص يعني امن نفسك، عشان انا هقدر كل شويه اقول لك تمام وحلو، بعد ما تروح ارقي نفسك. ايه بقى يعني، عايز اعرف كمان انت ليك في الانتاج، انت بتنتج الاغاني بتاعتك؟ انا من 2010 انا بنتج الاغاني بتاعتي يعني، عشان ما حدش عايز ينتج لك يعني. يعني بصراحه لفيت على ناس كتير، وفي الاول كنت بصراحه عايز الحن عشان اجيب فلوس وكده، عشان بس ما حدش كان بياخد مني حاجه يعني. دي زمانها اول اغنيه عملتها لف ليها. لا بس انت بريزون واخدين معايا، هنبتدي نعيد دلوقتي ده بعد 15 سنه. طيب هتشتغل لنا. دي زمانها لفيت بيها على ناس كتير، ما حدش كان راضي ياخدها، فانا قررت انزلها بنفسي. ومن ساعتها وانا يعني زمانها كانت كلفت ساعتها 5000 جنيه بقى، كنت محوش انا 2000 على استلفت 2000 وحاجات كده. ومن ساعتها وانا كل سنه بعمل بحوش بشتغل. انا طبعا اشتغلت شغلات كتير جدا عشان اجيب فلوس عشان اصرف بيها على الاغاني، فانا كل شغلانه اشتغلتها كانت بس عشان اجيب فلوس عشان اصرف بيها على الاغاني بتاعتي. ف بنتج لنفسي لحد 2019 يعني، فضلت انتج لنفسي. طيب زي ما اقول لك هنفضل رايحين جايين ما بين هنا وما بين هناك. واغنيه سقفه، الاغنيه دي حلوه جدا، الاغنيه دي مرتبطه عندنا بمشاهد حلوه، بالجونه، وكل الناس بتحبها. هي اغنيه
سعيده تبعث على السعاده والتفاؤل والناس تبقى مبسوطه. حدوتتها ايه؟ حدوتتها انا مبدئيا كده سقفه انا بحبها. ليه بحبها؟ عشان هي عملت لي شخصيه الى حد ما. يعني سقفه بقت الناس تسمعها بتقول لي انت صوتك فيه فرح، انت صوتك فيه بهجه، فحطتني كده في حته حلوه والحمد لله. لقيتها بتشتغل في طابور المدرسه في المدارس، الناس وهي صاحيه الصبح كده داخله الفصل بيقوم سامعين لهم سقفه عشان يدوهم بوزيتيف انرجي. هبقى احكي لك حدوتتها كمان شويه عشان الاغنيه دي ليها قصه معايا في البرنامج برضه. وشركات كتير قوي كانت بتحط عليها كلام للموظفين يقعدوا يشجعوهم. فانا الاغنيه دي يعني بالنسبه لي حاجه كبيره جدا اللي انا عملتها دي، وده اللي انا نفسي احققه من خلال الفن، ان انا اعمل اغاني فعلا تانسباير الناس انها باحساس ما تسعدهم، تحسسهم بحزن مثلا هم عايزينه انا عبرت عنه. انا نفسي اعمل كده في اغنيه. سقفه دي قصتها ان انا كنت شغال في شركه اسمها طياره. الطائرة دي بارتنر مع الجونة بيعملوا برامج هناك وكونتنت. فبما ان انا بغني وشغال في الطيارة وبلحن، جاي رامز يوسف كوفاوندر في طيارة قال لي احنا عايزين نهدي الجونة اغنية للسنة التالتة، عايزين نقول لهم برافو، عايزين نقول لهم حلو ان احنا وصلنا للتالتة ولسه في اكتر قدام وكده. انا خدت البريف ده وقعدت بدأت اشتغل ان هي كلمة برافو دي احنا بنعبر عنها ازاي. فلقيت كلمة سقفة. سقفة دي هي بتعبر دايما عن الواد ده يستاهل سقف، الناس دي تستاهل سقف. فالكلمة علقت معي. أنا فعلا لحد قبل المهرجان، قبل ما نعرض على عمرو منسي الأغنية، قبلها بيوم ما كانش معي غير كلمة سقفة والتالتة تبت، هما دول اللي طلعت بيهم. فرامز جاي بيقول لي ها معانا ايه بقى عشان رايحين بكره؟ احنا بقى معايا سقف. قال لي يا حلاوتنا هنعمل بيهم ايه؟ هنسقف. اه والله قعدت بقى. انا دايما الالحان الحلوه بتطلع لي وانا سايق كده، اوطي كل حاجه اقعد بقى اخرف. ولو سمعتك معايا فويس نوتس والله. لا بس انت تخريفك حلو يا فندم، تخريفك حلو قوي على فكره. انا عايزك تخرف كتير النهارده. اخرف. لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 90 افام، ومعك احمد يونس. وموعدنا دايما من الاحد للخميس من 7 ل 10 صباحا. ضيفنا الفنان الجميل احمد الروبي، وسمعنا سقفه سقفه، وسمعنا سقف الحلاوه. وسقف الحلاوه اللي تقريبا بتطلبها كل يوم يعني، وهو لسه بيقول لي انا بيقلب على السوشيال ميديا لقاها بتتزع كتير عندي، وقال كان عايز يشوف الحدوته. يعني جيت يا عم شفت الحدوته بنفسك وعرفت الناس بتحبك لسه ازاي. حدوته سقفه تحكيها لي ولا سقفه دي بقى حدوته تخصني يعني. بص يا باشا، انا ما كنتش اعرفك. ففي مره كنت بصور البرنامج بتاعي على دي ام سي، فاحنا في وقت كده بيبقى عاملين فقره للاطفال، عايزين الاطفال ترقص وتفرفش كده وتهيص وخلافه يعني. وانا عندي مشكله من المهرجانات. فالاطفال يعني اول ما تقولوا طب يا حبيبي عايزين تسمعوا ايه؟ عشان عايز اسمع اخواتي، عايز اسمع مش عارف ايه. فانا ابص للمخرج استاذ وليد اقول له لا مش عايز. فبعدين لقيت نوران رئيس تحرير البرنامج قالت لي بص في اغنيه حلوه قوي. طب ايه؟ قالت لي شغاله سقفه. قلت لها مين؟ قالت لي بص انا ما اعرفوش بس الاغنيه حلوه قوي. بقت بتشتغل في الحلقه، هي ما بتطلعش طبعا في الايرنج يعني ما بتطلعش، لكن في الكواليس علشان اي ضيوف موجودين يفرفشوا وهايبروا ويرقصوا. وهي يعني انا ممكن اجيب لك فيديوهات من الميكنج بتاع البرنامج، هي موجوده فيه، بقت قسم مشترك يعني. الاطفال رقصوا طيب؟ رقصوا وعملوا كل اللي تتخيله واللي ما تتخيلوش الحمد لله. فهي فكره ان الاغنيه تسعد الناس او الفن يبقى فيه حاجه كده مبهجه، دي حاجه حلوه جدا. قوي قوي والله العظيم. يعني انا نفسي افضل اعمل ده واكمل اعمل ده وان شاء الله اعرف اعمله ان شاء الله. طيب احكي لي بقى ايه اللي حصل بينك وبين الهضبه بعد اغنيه سقفه؟ لا هو موقف بسيط. كنا في حفله كده في الجونه، هي انت عارف احنا كانت الاغنيه الاغنيه الختاميه يعني بعد ما خلص المهرجان. فالاغنيه معاها اوديو بنقعد بقى نسربها بطرق كده معينه تتسمع وبتاع. فكنا في حفله خاصه فيها فنانين كده كتير، فعمرو دياب كان قاعد واقف بيتكلم مع حد مهم جدا. فانا الاغنيه اشتغلت، فانا طبعا انا شايف هو بالنسبه لي يعني مثل اعلى عمرو دياب بالظبط. مش محتاج احط حاجه، هو عمرو دياب. امسك نفسي ما قدرتش امسك نفسي، فروحت رايح قايل وقطعت كده الكلام. كانوا بيتكلموا في حاجه جد تقريبا بيزنس بقى حاجه. داخل قايل معلش انا اغنيتي هتشتغل دلوقتي وانا يهمني جدا اعرف رايك في الاغنيه دي. فراح وقف كلام مع الحد اللي كان بيتكلم معاه، وراح باصص في السما كده وركز مع الاغنيه. اول ما دخلت الدخله بتاعت سقف سقف، بص لي قال لي الاغنيه دي هتنجح، برافو عليك الاغنيه دي هتنجح. وقلت له انا نفسي اعمل لك حاجه. قال لي يلا بينا وكلم كذا واعمل حاجات وابعت لي. ف
زي ما بيقولوا الكبير كبير يعني هو قاعد يسمع وركز وقال رأيه. يعني ده يدل على ان الناس اللي احنا بنحب صوتهم صغيرين وكبار وتربينا على صوتهم فعلا حقيقة. الناس دي ليها هيبة ومكانة وبرغم المكانة اللي وصل لها هو ممكن كان يقول اي كلام يعني. وعمرو دياب اكتر حد ساعد ناس تطلع يعني حقيقة. كملحنين حقيقة. اكبر الاسامي الموجودة للشعراء والملحنين عمرو دياب ليه يد كده واضحة جدا طبعاً. في ظهوره طبعا. طيب انا عايز اعرف انت ايه اللي جاي في الفترة اللي جاية؟ انا الجاي وليه انت يعني مش عارف انا غلطان ولا ايه انت بين كل اغنية وبين كل سقفة وانت بص انا وقت كبير انا عندي موقف دايما بحكي انا بحس في حين حظ سنة سيء شوية لان انا في 2010 اول اغنية عملتها كانت نجحت جدا كانت نوفمبر 2010 وكانت نجحت ساعتها وكانت كان في منتجين بيكلموني وكده ففي يناير قامت الصبر فذوق على الناس اختلف خالص اصلا يعني ذوق الناس بقى بدات تدخل على الاندر جراوند فانا فضلت انا متربي طول عمري بقى على الحاجات الكوميرشال فمش عارف كنت اغير من جلدي قعدت 9 سنين بعمل كده وكانت الدنيا مش ظبط عملت سقف في 2019 كسرت الدنيا وخلاص بقيت بوصل فبراير الكورونا لا انت فانا دايما انا دايما كوارث مش اللي هو مثلا حد ما بغنيش تاني يا احمد ما انا بقى هيحصل اكتر من اللي حصل لنا ايه مش خلاص بقى مقايل خلاص كورونا قاعده هتجيب لنا ايه كان في حتى فاكر الصاروخ الصيني اللي كان بيحوم كنت بتغني ولا لا كنت هنزل الاغنيه بتاعت الجونه دي خفت ينزل علينا الصاروخ في الاستوديو كان يا ريته حصل بقى كان خلصنا يا عبد الشر علينا يا عبد لا ده برضو بص هقولك حاجة دي يعني عكوسات ملناش دعوة انا كرمني انا مكمل لحد ما الكوكب ينتهي طيب في ايه جاي؟ الجاي ان انا خلاص انا من ساعة سقف الحلاوة وانا قلت ان انا اخري 3 شهور ما بين كل اغنية واغنية فسقف الحلاوة نزلت متعلق بيكي نزلت بعدها بشهرين او 3 الاغنية الجاية ان شاء الله في اخر الشهر ده بس هي اغنية حزينة شوية عشان الشتاء وكده طب الحق عشان الجو هيدفي الامتى ايه الحق عشان الجو هيدفي لا ما تقولش كده طب خلاص انا اسف فهي اغنيه حتى انا واخد منها شويه البيتس بتاعه اليومين دول يعني بيتس التراب والراب والحاجه واخد البيتس دي وعامل بيها اغنيه الى حد ما كلامها كوميرشال شويه وكلامها فالحمد لله يعني يا رب انجح في الميكس ده فده اللي جاي دي الاغنيه الجايه وان شاء الله بقى يعني كل 3 شهور شهرين هنزل اغنيه طيب هل ده معناه ان هو يعني دايما المزيكا الجديده وويجز والتراب يعني ده فرض نفسه وقبلها بفتره المهرجانات وفرضت نفسها تمام دايما هو كل واحد بيحب يقول رايه يعني انت شايف ان ده فن وليه جمهوره ولا شايف ان لا انا مع اي حد بيعمل اي حاجه احنا مش هنكبت حد يعمل طالما في ناس بتسمعها خلاص وبره مصر كل الانواع موجوده يعني كل حاجه بتتقال وكل واحد ليه جمهوره وكل واحد لما بيعمل حفله بتلاقي الحفله مليان انا نفسي بس هنا في مصر ما يبقاش بنجري ورا الترند ونحصره فمنسمعش اي حاجه تانية غيره ولو قلت ان انا بسمع ده يقول ايه يا عم ده ادم قوي ده لا كل واحد ليه جمهوره وليه الذوق بتاعه ف نفسي بس الناس الجديده او الناس اللي بتعمل حاجه تانية تتسمع وتاخد حقها مين من الجداد او الستايل الجديد انا شايف ويجز انجح واحد يعني انجح واحد في الحته دي واكتر واحد بيعمل حاجه هو مش راب كمان يعني هو في بيهتم بالمزيكا وبيهتم بالجمل وبيهتم بالطريقه لكن كله الباقي كله بحسه شبه بعض شويه المهرجانات برضو بدات احس انها شبه بعض شويه مفيش حد مميز يعني انا كنت بحب صوت حسن شاكوش عشان كان اكتر واحد مميز مش عشان صوته مش عشان صوت حلو بس كان مميز واغانيه مميزه الاداء نفسه كان بيشد غير كده كله شبه بعض بالنسبه لي يعني. فدول اكتر اتنين في دي هنا وهنا الناجحين في الحته دي هو الحقيقه يعني على ويجز تحديدا هو فعلا بقى مدرسه يعني في الحته دي وبقى كله بيبص له وهو ناجح جدا ناجح جدا وبرافو عليه بصراحه السوشيال ميديا بتاعتك كبير عشان الناس اللي عايزه تتابع انا موجود في كل حته موجود على تويتر بس تويتر لو بروفايل جدا مش عارف ما بعرفش اعمل عليه بروموشن بس هو احمد اندرسكور ال اي ال اندرسكور روبي ار يو بي واي ده تويتر انت ليه عامل هو ايه اللغز ده كان معمول بقى ايام بحاول ابقى عميق بس فشلت ممكن ينفع اتغير ما اعرفش ماليش اغير ده في متاهه غير والله وفي انستغرام احمد الروبي دبل واي في الاخر هتلاقيه فيريفايد سهل ده فيريفايد كمان فسهل يتلاقي ماشي ويوتيوب عليه كل الاغاني بقى احمد الروبي ميوزك احمد الروبي سهله برضه تمام
وايه تاني وفيسبوك فيسبوك احمد الروبي بيج احمد الروبي سهله جدا. طيب في طلبين قبل ما نختم. الطلب الاولاني عايزين يسمعوا افتح نفسك على الدنيا, وعايزين يسمعوا سقف الحلاوه مره كمان برضو. ماشي افتح نفسك على الدنيا. ابدا بقى وانقل من واحده للتانية واحنا يا باشا قاعدين نتفرج. بس انا مش حافظها قوي بتاعه اعلان, بس اغني كده اللي انا حافظه. انت معاك الاثنين ودوس من هنا لهنا زي ما انت عايز.